افتتح وزير التنمية المحلية لواء هشام أمنة يرافقه محافظ الجيزة معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالتعاون مع السفارة اليمنية ومنصة أيادي مصر. وأكد وزير التنمية أن منصة أيادي مصر تلعب دورا مهما في خلق فرص عمل للمرأة والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر. بجودة وتصميمات عالية مزجت بين الأصالة والحداثة، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية معرض التراث والحرف اليدوية، والذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمنية. بنشوف ثقافات مختلفة، أولا ثقافات مصرية ومحافظات، زائد هم ما شاء الله جايبين ناس كمان من جايبين سفارات في موجودة موجود دول أخرى، فاحنا بنشوف ثقافات جديدة، وده بيعمل دمج بين الحاجات اللي احنا بنشتغلها من غير ما نقصد حتى، فبتبقى في دمج بين الثقافات المختلفة. المعرض اليوم فكرته أساسا كانت إنه يعني كل بلد تظهر ثقافته، يعني الثقافة أو الحاجات اللي هي الحرف اليدوية الخاصة بالبلد نفسها. اليمنيين إحنا كل محافظة أساسا مختلفة عن المحافظة الثانية، يعني سواء تقاليد عادات لبس، كل يعني كل محافظة بتلاقي فيها حاجات مميزة في هي كمحافظة. اليوم احنا المنتجات اغلبيتها حاولنا ندمج ما بين الحاجات الثقافيه والحاجات اللي هي المودرن اللي الكل يستخدمها، بيظهر هويتنا وعربيتنا الفلسطينيه من خلال الشيلان والكوشن والشيلان والاتواب الفلسطينيه، بلس ان احنا ضفنا عليها بعض المنتجات الخشبيه زي ما حكيت لك، وطعمناها بالتطريز تبعنا تكون اقل تكلفه واقل فساد، تكون في متناول الجميع. يقدم المعرض منتجات متنوعة من المفروشات والخيامية والأنوال والأواني الفخارية والمشغولات الفضية، ليعكس الموروث الفلكلوري للمحافظات المختلفة والدول المشاركة، ويعمل على تسويق المنتجات اليدوية، والذي يشارك فيه أكثر من 30 عارض من 8 دول. هي مهمة جدا، هي من أول الصناعات البدائية، لأن هي مش معتمدة على حاجة غير أن هي دق على الجلد وكده، وبنحفر عليه وبينقل معانا التراث برضك، لأن تراث بلدي بنقله على شكل مجلدات، سواء كان إسلامي أو فرعوني أو فاطمي. عندنا في مركز أشمون السجاد اليدوي اللي هو الحرير والصوف والجبلان، ده كله في مركز أشمون. عندنا الصدف برضو في مركز أشمون زي المنادي، اللولي ده برضو بنرشقه تمام، والإزاز برضو بنرشق فيه في الخواتم، كل ده فاروس، دي حاجات برضو بنعملها تحت عندنا في الورشة. كل ده طبعا والدي وعمي هم اللي علموني الحاجات دي كلها. هذا ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة المحلية والترويج لها ودعمها، مما ينعكس بصورة أو أخرى على تشجيع الصناعات الوطنية وتطويرها. يحاكي معرض التراث والحرف اليدوية تاريخ مصر العريق من تلك الصناعات اليدوية والتي تعكس الموروث الثقافي للمحافظات والدول المختلفة المشاركة، فدوما ما تعمل مصر على دعمها للمبدعين والحرفيين وصناع المهرة، حفاظا على موروثنا القومي من الاندثار. أحمد سعد الدين، النيل.